هتعرف تودينا السوق نشتري شوية حاجات ولا هتتوهنا وتضيع وقتنا وتروح علينا الطيارة؟ عيب يا ست حكمة، ايه ده اني اتوه بلد. ماشي، خدني دلوقت على محل اشتري شوية عبايات حريمي وجلاليقي. ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما بيلبسوش الحاجات دي هنا. وهو بيلبسوا ايه؟ ما بيلبسوش خالص، ما انت شايفة هم. طب والعمل يا طاهر؟ ما انا لازم اجيب هدايا لأهل مصر. محلول، احنا اول ما نرجع على مصر هكتب وننزل على الازهر، تروحي تنقي اللي انت عايزاه، جلاليب، سبح، عبايات حريمي، وسجاجيد صلاه كمان، كانك جايه من الحجاز بالظبط. ماشي. طب وميه زمزم؟ ميه زمزم هنجيب جراكن فاضيه وهنملاها ميه من الحنفيه، يعني هم كانوا ضاقوا ميه زمزم قبل كده؟ ماشي خلاص، عايزين نعدي. طب استنى. طب تعمل ايه؟ احنا لازم ندوس هنا عشان نعرف نعدي الاشاره، لما انا خلاص حفظت البلد، اي حاجه تعوزيها من هنا قولي لي ومالكيش دعوه. يلا يلا مالك يا طاهر. جلاليب ايه؟ جلاليب وعبايات ايه اللي بتقوليها يا ست حكمة؟ نعدي كتير؟ يلا يا ست حكمة يلا. ولا يعني ما فيش حاجه بتضايقكم؟ ما فيش حاجه بتعصبكم؟ كلكم امامير كده حلوين كده، ايه الحلاوه دي؟ ده انا هتجنن والله. يا طاهر يا طاهر، معقولك ده؟ بقالي ساعه خارجه من المحل. مين دي؟ انا مش فاهم البلد دي يا ست حكمت، انا بصراحه مش فاهمها. تخيلي ان البنت الغلبانه دي كمان ابوها مطلق امها ورميها بشنطه هدومها في الشارع، انا مش عارف البلد دي مالها. يا طاهر احنا عايزين نلحق الطياره. ما هو في سؤال محيرني، ليه سيدياب ضحك علي وقال لي ان احنا رايحين لتشيك مع ان احنا في كرواتيا؟ يمكن ما كانش عايز حد يعرف. طب البنايه الغلبانه دي يعني ما ينفعش ناخدها معانا مصر؟ طاهر يلا ابوس يدك، عايزين نلحق الطياره. يعني انا كان نفسي استاي ويز يو، بس الظروف بقى، هنعمل ايه؟ انا عايزك تبلغي كل صحباتك ان المصطاهي مسافر. باي مستاهي. سلام، الله يرحمك يابا. اتنين مصطهي من دول ما كناش دفعنا دم قلبنا في العلاج، كان قام زي الرهوان. يلا عشان نلحق الطياره. يلا يا طاهر يلا يا طاهر. ما شاء الله ما شاء الله، ايه دي يا كامل؟ توك توك جديد؟ وكاش كمان كاش. امال ايه؟ فاكرين هجيبه قسط؟ ده انا دافع ثمنه وانا قاعد حاطط رجل على رجل. وجبت فلوسه منين؟ ده انا كامل المستاهي. ايه؟ ومن النهارده مفيش قطالي. عجايب، على العموم ربنا يكرمك، انا رايحه احلب الجاموس. روحي يا اختي روحي، الهي تنتحك وتخلصنا مني. اكتب لك ايه على التوك توك يا كامل؟ سيدك كامل يا كل. حقك علي، الله يرحم ايام زمان. لا هي ما يرجعها دي ايام، ما تفكرنيش. ما قلتليش اكتب لك ايه؟ تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ اه لو الشجاوه رتب كان زماني بقيت ليو. اوه ايه في الدنيا ما خلصتش؟ ايه مين اللي بونسوار يا فوكس؟ يا ولاد اللذينه. وحشني جدا يا جنرال. وحشني يا ولاد حبيبي يا جنرال. عاش من شافكو. كمان باتو يا فوكس. صباب يا ابن الدايخة. دايخة ده انت دوختنا لحد ما عرفنا مكانك. انت كان فين يا فوكس؟ كان انا هنا مكان مخبط. خش تعال. لا استنى مفيش وقت، ادخل البس ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ على العلو حبيبك، عارف ان احنا جايين لك؟ قال لك هدوه تعالوا لي على الكباريه اللي هو شغال فيه. موجود هناك هو البوب ونتجمع كلنا زي زمان. والولا البوب كمان؟ ده بوب وخمرة ونسوان ومليطة يا فوكس، اخرج من كهفك. والله العلي العظيم لو مليطة يبقى القعدة في الكهف أحسن، الله يخرب عقلك. اللي اللي بقك ده يا جبران؟ ده؟ يا باين أوي يا ولد. الفوكس اتعلم عليه ولا إيه؟ أشهر. ده كان طار قديم. وخدته. تعالوا توحشني، خشوا لغاية ما ألبس، خش يا. خش. توحشتك أوي يا حاج. وانت كمان. قول لي يا طاهر، كيف بلاد بره؟ يا نهار اسود على بري وبلاد بري. ده ايه اللي بيحصل في بلاد بره دي يا سيدياب؟ ده انت خدعتني وما قلتليش. ده اني هحكي لك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعه. اسيبكم يعني عشان العربيه اللي جابتنا من المطار هتوصلني للبلد. بالسلامه يا طاهر. يلا سلام عليكم.
عليكم السلام. الحلاوة دي يا بنتي. اها قلت اجلع نفسي شوي. جلعي نفسك؟ سيدي المهم انا عملت كل اللي قلت لي عليه، الفلوس وصلت؟ كل حاجة تمام. تعالي تعالي. ما قلت ايه بقى يا عون باشا؟ ايوه بس مليون ونص دول قليل قوي عشان تبقى معايا شريك في الكباريه، ده يساوي 5 مليون. خلاص يدخل بيهم شريك بنسبة 15% وده عدل ربنا. 15 ده ايه؟ هم 20% يعني 20%. مفيش حد لاقي الفلوس اللي من دول والقرش الصياد الشيك العزيز. امر لله. انا لولا زنقتي وسفري للعلاج ما كنتش فوتت ابدا شبري من الكباريه. يعني قول مبروك. بكره تجيب المحامي وتجوني عشان نمضي العقود، وانا هعمل توكيل لابن اختي عشان يبقى معاك كل يوم في تحديد نسبتي. بس انا ليا طلب عندك. امرني. عمال النظافه والجرسونات والجردات وعمال الباركينج، اوعى تمشي حد منهم، وخصوصا الواد لعله، حطه في عينيك. يا عم ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، وبعدين اطلب لنا عشا بقى وانت لسه صاحب محامي. يا اولاد الهبلس والله انك وحشه. عامل ايه يا عمو حبيبي؟ يا عريان يا عريان. تعالوا تعالوا نوري الدنيا. خش يا رجاله خش. بعدين خش يا عمو اهو على جيبات الرجال. والله العظيم ثلاثة ليك وحش يا عمو عندي. والله وانت لعل وحشتي وحشني قوي يا بوب. خد يا بوب تعالى. واللي يلاقيها يلاقيها. بوب هو رجالة. ازيك يا بوب؟ عامل ايه يا ولد؟ حبيبي نوريني حبيبي. عامل ايه؟ عمو سيجارة عمو. تسلم. انت عارف ماليش فيه. لا مؤاخذة لعله بشربها ولعة. عينيا. معكش والله ولا ايه يا معلم؟ عيب عليك. وحشني جدا. وحشت يا حبيبي. كله 100 100. الحمد لله يا رب. مالك مكشر الله ليه يا باشا؟ باشا. يا بابا. مكشر الله ليه مالك؟ ما عادش في حاجة تلز يا بابا. جرى ايه يا فوكس؟ احنا مش اتفقنا خلاص نخرج من الكهف؟ فكها بقى وبطل تشاؤم. تشاؤم؟ التشاؤم ده هو الحقيقه المره اللي كلنا عايشينها. انت تصدقوا وتامنوا بيا انا النهارده صرفت اخر جنيه من البنك كنت امتلكه ومش عارف هتقضى ازاي لغايه اخر الشهر. ومين سمع؟ ده انا اخر جنيه شفته كان من زمان قوي. عايش ازاي يا دولار؟ عايز تفلقه ورامي بال على خير الله. وانت عريان؟ انا مقضيها فهلوه. الناس من نصبايا كده فاست فود حاجه على الماشي يعني. نصبايا فاست فود. الله يجازيك يا شيخ. وانت يا ادهم؟ انا الحمد لله العقد مظبطني معاه هنا ورحمني من شغل الميكروباصات والكارته طب الميكروباصات والكارته كنا عارفين بتعمل ايه، هنا بقى بتعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل في سويسرا. دراعه اليمين كان قاطع دراعه اليمين. يا بختك يعني لقيت وظيفه. حر بقى. واللي خلق الخلق انا ظبطكم زي ما ظبطت دلوقتي. عارفين الراجل اللي قاعد هناك ده صاحب المحل بيعزني حبيبي وما يرفضليش طلب، وعينكم قبل ما يدخل معاه شريك هنا. هتنور المحل يا حسام باشا لما تشتغل هنا. هنور المحل؟ اه. طب وانا هشتغل ايه هنا يا لعبة؟ الحمد لله على السلامة يا حجة. الله يسلم. والله اتوحشتك قوي قوي يا حجة. وانتوا كمان اتوحشتكم قوي قوي قوي. والله وصحتك جات على عمرك يا حكمة ووشك منور ما شاء الله. دي نورك يا حبيبتي. دولي هدايا جبتها لكم من الحجاز. الله يخليكي ويبارك فيك يا ام منصور. ودولي عشان جوازكم واولادكم. تسلمي يا حجه حكمت يا اصيله يا بنت الكرمة. سمارة دي عشان كتر خيرك يا حجي. ده حكمت ما نسيتش حد واصل. لا الحجه نسيتني يعني. اها ودي تيجي يا نجيبه. ده انت بالذات جبت لك ميه زمزم عشان تهدي وتروي. اشمعنى انا اللي جبت لي ميه زمزم؟ لا جبت لكم كلكم. الله يبارك لك يا حاجه. المهم قولي لي دعيت لنا ولا لا؟ طبعا دعيت لكم كلكم. ودعيتي لي انا كمان يا حكمت. انت بالذات يا نجيبه دعيت لك من صميم قلبي. Thank you.
ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. تشغل فلوس هاني وتسرقوها، فلوس هاني وتسرقوها. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. انت يا بنت الكلب حالا يا سي طاهر، الملوخيه بالانارب هتكون جاهزه، وكمان عمالي ارانب. وديت الفلوس فين يا ولية؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ ده انا هقلع لكم ملطه وانا املكه هنا بالعرض. لا يا اخويا. ايه الفلوس اللي كانت في عشه الارانب راحت فين؟ فلوس ايه وعشه ايه؟ ال 250 الف جنيه. 250 الف جنيه؟ ودول جبتوهم منين؟ انت حقيقي معايا؟ اديني لخلص عليكي. خلاص عرفت، مفيش غيره، اخوك كامل. كامل؟ ايوه. امال هو جاب التوك توك الجديد منين؟ هو بقاله يومين مروق نفسه. توك توك ومروق نفسه؟ وقعت امك صودي يا كامل، انت وضحكتك النتنه دي. يا حبيبي يا حسام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخ. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. شوف ربنا عوض صبرك خير اهو. الحمد لله. ولقيت شغل فين يا حسام؟ في شركه امن. تعرف شركات الامن الخاصه دي طبيعه شغلهم قريب من طبيعه شغلنا في الداخليه، وربك يسهلها ان شاء الله. طيب وانا عندي خبر ليكوا حلو برضه. انا نويت اكلم اللواء هاني في ان انا ارجع للريهام تاني. الله يا محمد، ايه الاخبار الحلوه دي؟ مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. ربنا يتم لك على خير يا محمد. شكرا يا حسين. ايوه كده، عاوزين اخبار تفرح. الحمد لله. وانت بقى يا ست شاهين، مش ناويه انت كمان تفرحينا كده؟ افرحكوا ازاي يعني يا ماما؟ اها، فرحنا بمحمد وفرحنا بحسام، انت كمان مش ناويه كده تفرحينا ولا ايه يعني؟ هو انت يا ماما يا حبيبتي عايزه تجوزيني وانا عندي عيل؟ لا يا حبيبتي، مش عايزه اجوزك وانت عندك عيل، انا عاوزاكي ترجعي لجوزك عشان تربي العيل ده وسطيكوا. تاني يا ماما، تاني وتالت ورابع لحد ربنا ما يهديك. ماما عندها حق، عشان لازم تدي لسهر فرصه تانيه. انتوا عندكوا عيل يا بنتي؟ هو يا حسام مش بيقولوا الجواز اساسه القبول؟ شرعا اه. طيب انا بقى ساهر ما بقاش لي عندي قبول خالص، بالعكس بقى شكله بقى بيفكرني بايام سودة، نفسي انساها بقى. استغفر الله العظيم، ربنا يصلح لكم الحال. الفلوس، الفلوس فين يا هاني؟ انا ما خدت حاجه. انت يا هاني وديت الفلوس فين؟ والخطه السليمه ما خدت حاجه. العجين يا ابو البنات. ام البنات والبنات محبوسين جوه ومحدش هيغيطك مني. الفلوس فين اللي كانت في عشه الارانب يا هاني؟ افتكرت. ايوه، من كام يوم كده كنت معدي من يمه العش ولقيت ربع جنيه مرمي على الارض. هو بتاعك يا اخويا؟ لو بتاعك ممكن اديهولك وما تعملش فيا كده. ربع جنيه يا معفن، انا هعمل فيك كده على ربع جنيه؟ دول ربع ارنب يا خفيف. ايه العفانه بتاعتك دي؟ يعني بتعذبني عشان ربع ارنب؟ ما العش مليانه انارب قدامك اهو، نجي منها واحد. يا طمه ارانب ايه؟ ارانب ايه؟ ربع ارنب يا ولي، يعني ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ جبتهم منين دول يا طه؟ وانت مال اهلك؟ انت مال اهلك انت والنعمه الشريفه يا كامل؟ لو ما رجعتهمش دلوقتي لقتلك وورثك تاني يوم الصبح. انت وديتهم فين؟ انت لو قتلتني مش هتعرف توصل لحاجه. يعني خدتهم يا ولي؟ ايوه خدتهم، ومش حاطين منهم مليمه. انت بتسرقني؟ بتسرقني يا حرامي؟ حرامي سرق حرام. هو انت يعني كنت تعبان فيهم يعني وجبتهم بجعارك جبينك؟ انت مال اهلك انت؟ انت مال اهلك والنعمه الشريفه لموتك يا كامل؟ هموتك
موتني، ماني كده كده عايش ميت، بس لو موتني مش هتعرف مكان الفلوس، وساعتها اخبط راسك في الحيط يا طه. تعالي هخبطك انت وهفضل موتك. انت وديتهم فين يا انت الكلب؟ وديتهم فين؟ يا مرارك يا حكمت، ده وقته؟ ده وقته؟ معلش يا حبيبتي، انت عارفه بعد ما انام لازم افضل فوق دماغك. طمنيني مالك عامله ايه؟ تعيشي تونامي يعني. طيب يا جميله استني انا جايه معاكي. عيني يا ايمان، مالك يا روح؟ امي مالك يا حبيبتي؟ مالك يا حبيبتي؟ مش عارفه مالك، انا من الصبح تعبانه وعندي صداع، حاسه ان ضغطي بيلعبني. يا ماما حبيبتي لو انت تعبانه كده ليه قاعده بتشتغلي طول اليوم في البيت؟ اعمل ايه يا ايمان؟ مين قاضي طلباتكم؟ امال الهرم اللي قاعده تلغي طول اليوم دي بتعمل ايه هنا؟ طب هو ماما طلبت مني حاجه يا ايمان وانا قلت لا؟ من غير ما تطلب، انت ما عندكيش دم ولا ايه؟ انت مش شايفاها تعبانه طول اليوم؟ ليه؟ وكان حد قال لك ان اخوكي جايبني ليكوا خدامه؟ ده انا ضيفه. يا بخت من زار وخفف. قصدك ان انا تقيله؟ ها؟ جرايا يا عمر ما تشوف اختك. بالراحه عليها شويه يا ايمان، هي عملت لك ايه بس؟ بالراحه بس يا ايمان؟ ده بدل ما تشكمها بكلمتين يشكمني؟ ليه وانا كنت عملت ايه؟ ما هي دي المشكله، انك ما بتعمليش حاجه، حاطه ايديكي في الميه البارده. يوه دي بقت عيشه تعرف اصلا. مستني راح فين؟ بس اسكت انت كمان يا لولا. لولا اسلوبك بقت حاجه اوفر قوي، شكلها هي اللي بتشكمك. روح يا دلدول. خلاص يا ايمان اهدي يا حبيبتي، هنعمل ايه بس؟ على فكره انا حضرت لك العشاء وعملت لك نجريسكو وفراخ مشويه لحسام يا حبيبتي. يا ماما برضو تعبتي نفسك يا حبيبتي. بعدين حسام ايه ده بقى؟ انا مش لاقيه بقالي كذا يوم بخبط عليه. الو، مين معايا؟ انا ساهر يا شاهين. ساهر؟ هو انت يا ساهر بتكلمني من نمره غريبه عشان ارد عليك؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مش عايزه تردي وانا لازم اتكلم معاكي. يا شاهين ارجوكي دلوقتي لازم تنسي اي حاجه حصلت بينا، احنا بقى في بينا طفل ولازم نفكر في مصلحته. ابني هيفضل معايا لانه في حضني هيعيش في امان. يا شاهين ده انا ابوه، يعني هخاف عليه زيك بالظبط ويمكن اكتر. احتمال، واحتمال تاخد منه موقف لاي سبب وعصمت هاني متقويك عليه وتروح رميه زي ما رميتني. اعذريني يا شاهين، الظروف كلها كانت اقوى مني. بص يا ساهر، انا عندي عيش انا وابني لوحدينا احسن ما عيش مع راجل ضعيف والاسم انه حمينا. يا شاهين ده عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده، وافتكري لي اي حاجه حلوه عملتها لك. المر اللي شفته منك مسح كل الحلو اللي جوايا. طب ممكن تسمعيني بس؟ مفيش بيني وبينك كلام، ولو سمحت يا ساهر ما تتكلمش هنا تاني. يا سلام. طيب شيء ايه؟ نقاوي عمايل ايديه يا كامل يا اخوي يا حبيبي. دلوقتي بقيت اخوك؟ وايه يا اخويا الحنيه اللي هبت عليك مره واحده دي؟ انا مش واخد على كيدي. ايه هو انا عندي اعز منك؟ ده انت اخويا وحبيبي، وابويا الله يرحمه كان دايما يوصيني عليك. الله يرحمه بقى. بس زي ما تقول كده، انا واخد على خاطري منك، اكمنك يعني سرقتني. اقصى عليك يا كامل. طب قول لي وانا اديك اللي انت عايزه. من ياما قلت لك وانت نشفت ريجي وزلتني، وبعدين ما انت سارقهم، هما يعني جايين بالحلال. طب هاتهم هاتهم يا كامل يا اخويا يا حبيبي، ده ربنا وحده اللي عالم اني جايبهم ازاي. عايزهم؟ ايوه طبعا يا اخويا يا حبيبي. انت اللي قلت. قلت ايه؟ اني اخوك وحبيبي. هو ليا غيرك؟ خلاص يبقى نقسمهم الجسمه اللي على مزاج هاني.
وتقول له الله يبارك لي. يعني ايه؟ يعني انت 125,000 جنيه واني 125,000 جنيه. ايوه بس ده ما يرضيش ربنا ابدا. خلاص اخبط راسك في الحيط، مالكش عندي حاجه. ماشي اني موافق، ما هو نص العامه ولا العامه كله. بس انت هتعمل ايه بنصيبك؟ ناوي افتح شركه استيراد وتصديق واقعد كده على مكتب وانجعس واقلد بقى رجال الاعمال اللي بشوفهم في التلفزيون. والله فكره، تشاركني؟ ومال ما عنديش مشكله. طب هات بقى فلوسك نحطها على فلوسي عشان نعرف نبتدي الشغل. ايه يا ولد الضحكه اللذيذه دي؟ ده بعينك يا اخويا. امال احنا هنشتغل ازاي؟ لو انت جد في كلامك يبقى يلا بينا ننزل على مصر ونمضي العقود هناك عشان اضمن حقي. اه ما ينفعش الكلام ده يا صهاب، الكلام ده ما ينفعش عندي. الزباين شافت بطلها وبتعدي من المحل ولسه في جيوبهم في فلوس. يعني سعادتك عايزنا نعمل ايه يا منير بيه؟ نمد ايدينا في جيوبهم؟ تمد ايدك ان شاء الله في عينيهم. الله الله، الحق عليهم. جم برجليهم يبقى الحق عليهم. ده انت عايزنا نسرقهم بقى؟ نيفر يا دولار. مسيو موني اكيد خانوا اللفظ، بتهيألي هو قصده ننصب عليهم. وهي فرقت ايه؟ نسرقهم زي ننصب عليهم الاثنين واحد. نسرقهم ننصب عليهم ان شاء الله حتى نثبتهم. المهم ناخد الأوباي ولعله خير ان شاء الله. الله عليك، لعله هو ده الكلام المظبوط. على فكره هلا انا بيعجبني اجتهادك واخلاصك في العمل. العمل عباده منير باشا. بس انا مش موافق على الكلام ده، احنا شغلتنا هنا نأمن المحل مش نهدد الزباين ونقلبهم يا منير بيه. نقلب الزباين؟ اه نقلبهم. حلو قوي. انتوا ناسيين ان انتوا رد سجون لصوص وحراميه؟ انتوا تبوسوا ايديكوا ووش وظهر اللي انا شغلتكم بالكباريه المحترم ده. هو انت اشتريتنا ولا ايه؟ اشتريتكم؟ يا ريت يا ريت ليكوا سعر انت وهو عشان اعرف اشتريكم. يا عم انت بتعايرنا ولا ايه بس؟ لا يا جماعه بليز، اكيد في ميس اندرستاندينج. مسيو منير راجل جنتي واكيد هو عارف احنا مين كويس. انا بس بفكركم عشان تحطوا عقلكم في راسكم وتفكروا كويس قوي. شيلوها لك ميله عشان شغلتكم في الكباريه المحترم ده. يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبسجية ورد سجون وحرامية؟ لا يا حبيبي، انتوا مش رد سجون، انتوا دكاترة خريجين من السجن. يعني دكاترة؟ واضح يا سادة دكاترة انكم مش هتعمروا معانا في الشغل هنا. العيب مش عليك، والله العيب ما عليك، العيب على الدنيا اللي خلت واحد زيك يلطمنا ويتحكم فينا. بس ليك يوم يا منير، وخليك فاكر الجملة دي كويس، ليك يوم. احنا مالناش شر. ماشي. استنى حسام. معلش يا منير بيه ما تزعلش منه. الواد ده لازم يمشي. كله اللي كده يا باشا. الواد ده عظمة ناشفة وظبط لنا المحل. ولو مشي المحل هيخسره. احنا نصبر عليه وكله بالحنية بيلين. طب بسرعة. الحقوا قبل ما يمشي. يا حلاوه يا اولاد، يعني احنا هنسيب الكفر ونقعد في مصر؟ داني الفرحه مش سايعاني. وانت مين قالك يا جاموسه انك هتنزلي معايا مصر؟ انت مش رحت مصر انت وكامل واجرت شقه ومكتب؟ ايوه، واديني رجعت عشان ابيع البيت والارض زي ما انت شايفه. مادام هتبيع البيت والارض يبقى هنسافر معاه. لا، انت والبنات هتتلقحي عند امك. وهون عليك تسيبني والبنات؟ مش دول بناتك برضو؟ بلا خيبه، ده انا خلفتهم في ليله ضلمه، خلينا اعيش في النور، يعني هي جت علي. ده انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه. خير يا سابعي؟ انت طالق بالثلاثه. يا لهوي، ولو عايزه نفقه ابقي ارفعي قضيه وابقي تفي على قبري لو خدتي حاجه. ست طاهر ما تسيبنيش يا ست طاهر. عليك يا اخويا انا ماليش غيرك. هاتك الهم يا طاهر. استنى يا سطاهر. يا ست موري في داهيه. انا ماليش حد غيرك يا سطاهر. استناك وحيا مني من هنا. سطاهر اطلع يا اسطى، ولو جت تحت العجل افرمها. يا سطاهر استنى يا اخويا. استنى يا اخويا. استنى يا سطاهر. يا سطاهر والنبي ما تسيبني. يا حزني يا ما يا حزني يا حزني. حامل أنا بقالي 6 أشهر ميت قدام الخلق. كيف يا حكمت؟ والله ما أنا عارفة أعمل إيه.
العيل ده لازم ينزل. ينزل؟ انت اللي بتقولك ده يا دياب؟ على عيني يا حكمة، بس بكرة بطنك بتكبر وهنتفضح قدام الخلق. ايوه بس ده حرام. بعرف انه حرام، ربنا يسامحنا وعوض علينا بغيره لما الامور تتحسن. السلام عليكم ست حكمة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طاهر. واضح انني جيت في وقت مش مناسب بالاذن. خليك يا طاهر اقعد. داني كنت جاي عشان اقول لك خبر حلو جايز يخرجك من الحاله اللي انت فيها دي. قول. اصلني والواد كامل اخويا من التنده اللي انا عرفتك عليه فتحنا شركه استيراد وتصدير زي الشركه اللي فتحتها انت ووهدان، او يعني الشركه دي تبقى غطى على شغلنا التاني. عفارم عليك يا طاهر، اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيره تاهت وما حدش حيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلاعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعه نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمه عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجه لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعه، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخباز، هات مهربين بالاجره يخلصوا لك المساله دي. دول مش عاوزين اجره، عاوزين نسبه ما تقلش عن 40% من كل عمليه. يا دين النبي 40%؟ وغير كده انا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعه للمخازن ناقصه. لا بضاعه ايه دي اللي توصل ناقصه؟ وده كلام؟ طب يعني احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده واحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعه ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا دي وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. هي ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحه والحكومه رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضيه ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصه حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعه من بره. انت بتخرف بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجاله الحكومه وعارف ألعبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبه لنا زي جوكر الكوتشيني نقش بيه وبعد كده نحرمه. ونعرف منين انه هيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقه والحكومه رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجه هينه قدام اللي حيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقعد مع العمر. اسكت يا حكمت، انا قلت حقتله يعني حقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين مجبورين، ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا العركة هتقومي انت. يا ساتر عليك وعلى غباوتك، انا ايه اللي خلاني تهفيت في عقلي وجبتك معايا بطبق البصاره اللي انت لابسه دي؟ خير يا جماعه منورين. الله يخليك. تطلبوا حاجه تشربوها ولا نطلب عشاء؟ لا خش في العشاء على طول. طبعا. ويا ريت تشوف الامورتين الحلوين دول هياخدوا ايه. الامورتين دول يخشونا انا. ايه يا حيوان انت؟ ما تنزل ايدك انت. قول يا دواد يا. انت كمان يا. ما يصحش كده يا حضرتك، ما يصحش. وانت مين انت كمان؟ انا بعد اذنك مدير امن المكان ده. المكان ده هيتدردش على اصحابه. ايه؟ حسام بيه الهلالي مشتهي. يا باشا انا ماليش اي علاقه بالراجل اللي اتعور ده وراح المستشفى. وانت مين؟ انا راجل صاحب كباريه محترم، كل مهمتي يا باشا ان انا احمي الزباين اللي عندي واشفط بطني واعدي.
ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزرة دي؟ يا خسارة باشا، كانوا رجالتي زمان، لكن من دلوقتي خلاص حد الله ما بيني وبينهم. يا باشا دول بلطجية كسروا المحل على دماغ الزباين، أنا عاوز أعمل فيهم محضر يا باشا. لطيف قوي جو البيع ده يا مسيو منير، دي جزاتنا إن إحنا كنا بنحمي الكباريه المحترم بتاعك. صحيح آخرة اسمهم إيه دول؟ العلقة. مين يا باشا اللي بقول لك آخر اسمه؟ أنا بقول لك يا باشا أنا بشهد من دلوقتي وبعلنها، الناس دي أنا رفضتهم خلاص، والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا. بنقعد شغلانتك أنت، هتطردنا من الجنة. وأنتوا أسماءكوا إيه بقى؟ اسمك إيه يا روح أمك؟ يا باشا روح أم مين؟ ده المقدم حسام الهلالي، ده كان ضابط في مكافحة التهريب، أكيد سيادتك سمعت عنه. لا طاهر إيه؟ طاهر إيه؟ ما هم لازم أن يعرفوا برضه إن أنت مش شوية، إزاي تقول كده يا باشا؟ انت تقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يقرب لمحمد بيه الهلالي يا باشا، ده حسام الهلالي اخوه الكبير. وانت مين ان شاء الله؟ انا طاهر المصطيه يا باشا، اللي اخوه مرمي في المستشفى، بس مش مهم، فداكم يا باشا. انا اهم حاجه عندي ان الموضوع ده يخلص عشان خاطر حسام باشا. انت ما تعرفش غلاوته عندي. انت بتقول ايه؟ بلطجي في كباريه؟ انت متاكد ان حسام اخويا؟ طب انا جاي لك حالا. اسود ومنيل. محمد في عرضك اهو، ما تعملش فيها كده يا محمد. ما صحش يا بني ادم، ما تقف بكلمك. انت عايز مني ايه بعد ما عريتنا وبعد ما حرقتني قدام زمايلي؟ انت واحد كذاب. ما كان لازم اكذب يا ابني، كان لازم اكذب علشان تنسوني انت وامك واختك. هي دي بقى شركه الامن اللي انت شغال فيها؟ حط نفسك مكاني، ما كانش في شغلانه شريفه هتقبلني. انت بتشتغل بلطجي وفي كباريه يا حسام؟ في كباريه؟ لا وزعلان قوي ان انا اديتك فلوس، لان انا الكبير، انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل. يا ريتك فضلت عاطل ولا عريتنا، ده انا اديتك شك دلوقتي ان انت دخلت السجن بسبب جريمه انت ارتكبتها. اخرس وقت صوتك. لا مش هخرس ومش هسكت، وكفايه بقى دور الملاكه اللي انت عايش لنا فيه. هل انت مصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه، وانت اللي خليتني اصدق كده. ما تقولش اخوك، انا اخويا مات، انت ما بقتش حاجه تشرف. ايه ده؟ ايه يا حسام باشا، هو ماله جاي متشمل علينا ليه كده؟ ماني خلصت الموضوع جوه، وبعدين انا مش عايزك تزعل، دي مصارين البطن بتتخانق وانت اخواته اكيد هتتصافوا. لعله خير ان شاء الله. سيبنا لعله، سيبوني في حاله كلكم، سيبوني في حالي. رايح فين؟ رايح في داهيه، سيبوني في حالي. جنرال هنسيبه يا جماعه في حالته ليه كده؟ على فكره احنا مش هينفع نسيبه كده حتى لو غصب عنه. يا جماعه ما ينفعش يمشي كده، طب نوقف له تاكسي حتى. ما تسيبوه يمشي، ما تسيبوه، مش كفايه شبهتوه بمشيكم معاه في كل حته؟ سيبوه ينضف شويه. تصدق بقى بسبب طولك لسانك دي مش هيطلع عليك نهار جديد. بعد الشر علي. ما هو كانوا بيهزقوا فيكوا طول النهار والليل جوه في القسم، اللي ما في حد فيكوا تشمل ولا فتح بقه، ولا يعني هي جت علي؟ يا تقول قرف. الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح يا حسام؟ ايوه ماما. ايوه، انا مش مصدقه نفسي. معقوله انت حسام الهلالي؟ انت ابن البطل نجيب الهلالي، ابني اللي ربيته على الاخلاق الحميده والطيبه والاحترام. تبقى كده يا حسام، كبرتك وخليتك ضابط قد الدنيا يضرب بيك المثل، في الاخر تشتغل لي بلطجي وفي كباريه؟ مش مصدقه نفسي. لا صدقي، صدقي يا ام البطل، اللي واقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص، غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيتيه وكبرتيه. وايه اللي اتغير فيه؟ وقع، نفسه اتكسرت بعد عنك، بقى عامل زي الفرس اللي ملوش لازمه ولازم يتضرب بالنار. الفرس الاصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار، مش ينضرب بالنار. ده كان زمان يا امي، انما احنا في زمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداس بالجزم ومحدش بيمد له ايده. وانا رحت فين؟ انا امك رحت فين؟ انت ناقصه، ده انا فشلت ابقى سندك، كمان هبقى حمل عليكي. حمل عليا يا حسام؟ حمل على امك؟ وعشان ما تبقاش حمل تضيع نفسك، وبعد ما كنت ضابط محترم تبقى بلطجي، بعد ما كنت بتحمي الناس تبلطج عليهم. وفي ايه؟
في ايه؟ بتحاسبوني على ايه؟ ها بتقطعوا فيا ليه ومعلقين المشانق ليه؟ انا اتبهدلت، انا اتظلمت واتهنت، اتسجنت ظلم وما شفعليش بلف في خدمتي في الداخليه اللي ما فيهوش نقطه سودة. دقت طعم السل على تهمه انا اصلا ما عملتهاش. ارحموني بقى، ارحموني. وفي الاخر قعدت في البيت زي النسوان، واخويا الصغير بدل ما اديله مصروف بيرميني حسنه. لا انا اكرمني واشرف لي، ادوس على الناس كلها بالكسر بدل ما يدوسوا عليا يا ماما. لا لا يمكن تكون ابني اللي ربيته، لا يمكن. عمري ما كنت اتصور انك تبقى مهزوم بالشكل ده. انا ربيتك عشان تبقى بطل. مش فوق ابني، فوق من اللي انت فيه، وكفايه بقى. فوق فوق. يا سما اسمع اخبار الهزه على حسك. يوه اديني مقضياها. يعني ايه مقضيها؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ قصدي يعني الكيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيل عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. ما انت يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي مين دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغيظكم كلكم. هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيني. على احر من الجمر. لا جايه اقعدوا بقى كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ في ايه مالك؟ ما تهدي تزعقي ليه وداخله بزعبيبك؟ صاحبتي سماسي. في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما المناظر الزباله دي المسخره دي مش عايزاها في بيتي. ومين بقى يا اختي الاخت ان شاء الله؟ الاخت دي ان شاء الله تبقى صاحبه البيت ان شاء الله. بقول لك ايه، تاخدي الزباله دي وتطلعوا بره، ده بيت محترم. في ايه؟ جاري ايه ايمان؟ سوق جاي باخر الشارع. فين بنتك بتطردي من البيت انا وصاحبتي؟ انت ضيفه في البيت ده يا لولا، ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاه. في ايه؟ الصوت العالي ده في ايمان. الحقني يا عمر، اختك بتبهدلنا انا وصاحبتي وبتطردنا بره البيت. ولو زودتي في الكلام هديك انت وهي بالشبشب. جرى ايه يا اختي اللي محدش عارف يلمك؟ مالها دي؟ اوعي سمين اطلعي بره انت وهي. ايمان عيب كده، ما يصحش الكلام ده. انا راجع تعبان من الشغل وعايز اخش ارتاح شويه. انت تروح ترتاح في اي حته تانيه الا هنا. طول ما انت معاك المناظر الزباله دي انا مش عايزاك في البيت ده، فاهم ولا لا؟ انا وامك مالناش غير سمعتنا، ومش هيجي عيل زيك على اخر الزمن يجي يوسخ سمعتنا. خد الزباله بتاعتك واطلع بره. ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طه؟ عرفت عنواني منين؟ اني اسال ميتوشي، مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن، ما انت عارفه. لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو لوحده اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط برفان. يا طاهر كلنا اتغيرنا يا حسام بيه. هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق. انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده أنا الدمعة كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريتي. مستني إيه من واحد رد سجون زي؟ وإيه اللي حصل يعني يا باشا؟ أنت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان. إنما أنت ما شاء الله، يعني إيه اللي نقلك النقلة دي؟ معينوك مدير الإدارة وأنا مش دريان ولا إيه؟ إدارة إيه يا باشا؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن اكتئبت من الشغلانة وسبتهم. وبقيت بشتغل في التجاره. تجاره ايه؟ انت تصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجه من اساسه؟ انا بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. اخوك ده؟ ايوه، عقبال امانتك له واحد صاحبه راجع من ايطاليا معاه فلوس ايه بالزوفه. وطبعا ما لقاش غيري انا واخويا طاهر عشان يامن لنا على فلوس. بتشتغلوا في ايه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا ايه؟ بهايم؟ احنا مش بنصدر، احنا بنستورد كل حاجة من الصين. ما شاء الله، واضح ان الشغل ماشي معاكم واشيتكم معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ ها؟
عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكو؟ اشتغل معاكو يا مصطي، انا ما بعرفش صيني. بيقولك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشي، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي، بس ده هيفيدكم بايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك يامي. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشي؟ يا باشي تايم از موني. تايم از موني. والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت عليا؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك وجت عليا انا ودستني. ما احنا بقى جايين لك عشان نهلب يو، يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك وتضحضح عضمك. الدنيا غداره يا حسن باشا، واني بصراحه من ساعه ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل، حتى اسال الواد كامل. انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جلال انت هو انا، وانتوا شايفيني ماشي برايه الهدوم مقطعه ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا، وبصراحه يعني شغلانه بلطجي دي مش لد علي. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف، وتبقى حواليك سكرتاريه وتبقى مدير، وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ امال ده احنا بنستورد شحنات بألوفات، واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعة لازم نحليله جوه. قلت ايه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش والة، خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالسلامة عمر بيه. الله يسلمك يا ملاك. حضرتك كنت بتصل بيك وحضرتك ما كنتش بترد. معلش، كنت مسافر بره مصر وسايب موبايلي هنا. خير في حاجة؟ أبدا، السكان جابوا سباك واكتشفوا إن المواسير مسدودة بأسمنت وبلاك، وده يمكن اللي ما كانش مخلي المية توصل عندنا. إيه ده معقولة؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الاستاذ نيازي قال لهم ان حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شوائهم. انا؟ ايوه، وحضرتك خدوا نفسهم بربطه المعلم لحد القسم عشان يعملوا فيك محضر اثبات حال. ما دام حصل كده ما بلغتنيش ليه اول ما حصل؟ ما انا قعدت اتصل بيك كتير وحضرتك ما كنتش بترد، وكنت عايز اقول لك انك تروح القسم عشان ياخدوا اقوالك. قسم؟ ماشي يا ملواني، اي حاجه تحصل جديد بلغني بيها على طول. ماشي؟ تحت امرك حضرتك. اتفضل يا استاذ. شفتي اخر تيشرتك السوداء؟ اه، راح عملوا فيها محضر. في ايه؟ مالك اتهزيت وايد في جلدك كده ليه؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله؟ محضر واسم، يعني ممكن تبقى قضيه في اي لحظه. عادي يا ناصر، احنا هو ده اللي احنا عايزينه. عايزينه ايه؟ عايزينه ايه بس؟ والنبي حرام عليكي بقى، شكلك هتوديني في 60 داهيه. بعد الشر عليك يا عمر، كده برضه حبيبي ونرضى بده. خليهم يعملوا محضر ويروحوا يلفوا في المحاكم ويدفعوا مصاريف محاميين لما يزهقوا ويطفشوا وينكشحوا في داهيه من هنا. وانا بقى المفروض عليا اقف قدام كل المحاميين دول على اساس ان انا فاضي لكل المشاكل دي؟ ما هو برضه هقول لك حاجه يا عمر، الارض دي لما هتتباع يا حبيبي هتجيب ملايين، يعني كل ده ما يستاهلش ان احنا نصبر. وبعدين انت لما تروح القسم دلوقتي انكر كل اللي حصل ده، بالعكس بقى ده انت تعمل فيهم محضر وتقول ان هما بيتلككوا لك ومش عايزين يدفعوا الصيانه. اه، على اساس بقى ان هما يصدقوني. وما يصدقوكش ليه؟ ايه البينه على من ادعى؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني انت لما تروح دلوقتي وهما بيحققوا معاك تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد، ساعتها المحضر ده كله هيبوظ ويطلع في شنك ويبقوا يرجعوا بقى يضربوا دماغهم في الحيط. اسمع كلامي عمر، ده انا لولا اللي طول عمري بطلع يقول. ربنا يستر يا لولا. اتفضلي اتفضلي يا اولى. حسام الهلالي وافق يشتغل عندي في الشركه، شكله كان واقع واحنا استلقيناه. ايوه كده يا طاهر، وعملت له 5000 جنيه في الشهر. ايه؟ عملت له، بس انا ما عملتش كده الا لما انت قلت لي ان انت اللي هتدفع. مش بس كده، وعاوزك الشهر الجاي تديه 7000 جنيه. ايوه بس ده كده، ده كده ممكن يتمرع على الشغل. يا طاهر يا طاهر افهمني، انا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع، افهمني. سلام عليك يا سيد الناس وعلى مخك الذهب.
خدوه على اسم. اسم؟ اسم ايه؟ حصل ايه لابني؟ سكان العماره عملوا له محضر في الاسم ان هو اللي جاب السباك وقطع عليهم المايه في العماره. وهو عمل كده ليه؟ مش مهم ده دلوقتي، اخلصي قبل المحضر ده ما يروح النيابه وتبقى قضيه ومصيبه. نيابه؟ كله منك انت يا وش المصيبه. يا ستي وده وقت وارحمينا بقى. استني انا هاجي معاكي يا ايمان. لا يا ماما حبيبتي خليك انت، هبقى اطمنك بالتليفون. يلا. ايه ده؟ القتل ده كله ليا انا؟ كل يا سلبوب مطرح ما يسر يمر. زوز اختي عامله الاكل ده كله بايديها وغلاوتك لما عرفت ان انت جاي. تسلم ايدك يا ست الكل. تسلمني يا سلبوب. عن اذنكم لحسن متضايقه شويه. كل بالهنا والشفا. حاضر. مسكينه مسكينه وطيبه وحظها وحش وقليل في الدنيا دي. ليه بس كده قفلنا الشر؟ جوزها قصدي طليقها رمى عليها اليمين التالت وهي حبت عيني بتحبه وبتعشقه ونفسها ترجع بس محتاجه محل. قصدك خروف يعني؟ ما اسموش كده، احنا عايزين واحد خدوه يكون مننا. مننا؟ قصدك انا بقى؟ احبك وانت فاهمني. ده شكلك كده انت اللي مش فاهمني خالص. ده انا عايز اناسبك واجوزك اختي. مش انا الحمار اللي هتشيله البرتقه لعنه. انا مش خروف. تصدق انت مش خروف بس فرخه يا كلب. ماشي قوم يلا قوم قوم يلا مفيش اكل. معقول يا ماما؟ معقول انت تعمل كده؟ انا مش مصدق اللي ايمان قالته لي في التليفون. ماما والنبي والنبي انا مش ناقص. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ العماره دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملاليم كل اول شهر مع ان الارض تسوى اكتر من كده بكتير. انت لسه ليك عين تتكلم يا بجح بعد ما الناس دي اتنازلت عن المحضر اللي كانوا ممكن يدخلوك بيه السجن؟ لا اوعي تفتكري ان هم عملوا كده عشان بيحبوه ولا عشان سواد عيونه. دول عملوا كده زي اللي بيقدم الست عشان يلاقي الحد عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيت. اخرسي خالص يا قص المصايب، انتي اللي وزيتي ابني يعمل كده. انا ابني ما يعملش كده لوحده ابدا. انا قلت له يجيب سباك لكن ما قلتلوش بقى يروح يتغابى ويجيب سباك المنطقه ومع اول قلم يقر عليه. اخس عليك يا عمر، هانت عليك العشره. ده النبي وصى على سابع جار. ليه يا عمر؟ ده انت دخلت بيتهم وكلت عيش وملح معاهم، عايز ترميهم في الشارع في الاخر؟ يا ماما انت بتقولي له ايه؟ عمر الفلوس عمته. لا انا كنت عايز اجيب حقنا ولا اجيبكم بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساس ان احنا شحاتين والايجار اللي بنلمه من الناس كلها ما بيكفيناش اسبوع في الشهر. الله يلعن ابو الفلوس اللي خليتك تبيع كل حاجه حلوه بينك وبين الناس اللي حواليك. انت ما بقتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك. انا بفكر فينا كلنا على فكره. بصراحه بقى عمر معاه حق يا ايمان، لان المصلحه دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا. اه صحيح، هو انا ليه قاعده بتخانق معاه؟ ما انت الشيطانه اللي قاعده بتوزيه وهتخليه يخسر كل حاجه حواليه لغايه ما تدخليه السجن. يا ايمان هو انا عيل صغير ولا ايه؟ تصدق ان احسن لك ان انا اتعامل معاك على انك عيل صغير وهبل وبرياله بدل ما اتعامل معاك على انك راجل شحط وجاحد؟ اقول لكم ايه؟ انتوا قاعدين هنا لسه ليه؟ اتفضلوا بره. يا مرحب يا حسام باشا. يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. والله الشركه منوره باصحابها. انا مش مصدق نفسي من الفرح. انا الودي ودي افرشك الارض رمله. ايه يا واد شغل الفواعليه اللي انت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكاره الاسمنت من على كتفك وانت بتسلم عليه، عيب كده. نزل ياد رجلك، نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسه دي، حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشا، اتفضل افرجك على مكتبك الجديد. اتفضل اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل 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 يا حسام بيه. اتفضل. ايوه من هنا. ها ايه رايك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا أني عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد. ده أني دافع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك. ده إحنا بينا عيش وملح وأني لحم اكتافي من خيرك. وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوص. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك، دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي. تشرب إيه يا حسام بيه؟ لا ولا حاجة طبعا متشكر.
لا ازاي؟ اياكش يا رب بعد ما كمل اخويا ده لا انت شارب حاجه. خلاص 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 شاي، انت شاي. هات شاي بسرعه بسرعه. انا عايزك بقى تورينا الهمه، تورينا الشغل، واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر هديك في ايدك 5000 جنيه، ولو حبيت تشتري عربيه بالقسط او اي حاجه انا رقبتي سداده، الخير كتير والحمد لله. ده انا ممكن كمان افتح لك حساب في البنك واحط لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه. ها ايه قولك؟ خير ان شاء الله. حكمت جالها نزيف وكانت هتموت وتتصفى منينا. نزيف؟ جالها نزيف فين؟ ما خبراش، الدكتور جو عنديها هيخرج ويقول لنا. اهو الدكتور خرج اهو. خير يا دكتور؟ مالها حكمت بنت اخوي؟ الحمد لله حفظنا على الجنين والجنين بخير. جنين؟ جالك كلامي؟ اسكتوا، مش عايز حد ينطق بكلمه. مفهوم؟ وحشتنا قوي يا حسين، معقول تغيب علينا الغيبه دي كلها؟ والله يا شاهين ده انتوا كمان وحشتوني قوي. ازيك يا ماما؟ نحمده على كل حال. انا عارف ان انت زعلانه مني وعندك حق، بس انا جايلك النهارده عشان اطمنك. خير يا حسين؟ في ايه؟ الحمد لله اشتغلت في شركه استيراد وتصدير بمرتب كويس قوي، 5000 جنيه في الشهر. بجد؟ ألف مبروك يا حسام. وهيدولك المرتب الكبير ده ليه؟ طمني يا ماما، هيدوني المرتب الكبير ده علشان أشتغل في التخليص الجمركي، يعني بحكم معارفي وعلاقاتي في المواني من أيام الداخلية. يعني خلاص فقت من اللي أنت فيه وهتمشي صح يا حسام؟ يا أمي ما حدش بيمشي في الغلط بمزاجه، الظروف هي اللي بتجبرنا على الغلط، بس مع أول فرصة للصح الواحد بيرجع زي ما انت شايفه. ايوه كده يا ابني، طمنت قلبي، ربنا يطمن قلبك. انا مش عايزه اقول لك يا حسام انا مبسوطه بكلامك ده قد ايه. مساء الخير. مساء النور، تعالى بارك لحسام. ابارك له على ايه؟ حسام يشتغل في شركه تصدير واستيراد. ايه مش طلع منك كلمة مبروك يا محمد؟ مبروك، بس على الله كلامك يطلع صح يا حسين. معلش يا حسين ما تزعلش منه، انت عارفه يعني لما بيتقمص بتبقى راسه ناشفة قد ايه؟ اللي اخوكي فيه ده مش أمس، انا مربيه وعارفه كويس. مربيك انت وهو، انتوا الاتنين عيالي مش اخواتي. اخوكي كان شايفني حاجة كبيرة جدا، ومن وجهة نظره ان انا خذلته كسرته قدام الناس، بس اذا ربنا ادانا العمر الايام جايه كتير وكفيله تثبت له ان انا ما خذلتوش. يعني خلاص مش زعلان منه؟ حد يزعل من عياله؟ ما قلتلك انت وهو مش اخواتي، عيالي. ربنا يهديك يا ابني ويخليكوا لبعض. ربنا يهدينا جميعا يا ماما وترضي عننا كده.
بقولك يا ايمان، انت متجوزه؟ كنت، الله يرحمه بقى. خلاص عريسك عندي، اخويا شغال في الخليج ورجع مخصوص عشان الفرح ده. لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. ما تفكريش في ليه؟ ده انت صغيره وزي القمر، يعني ما نفسكيش تبقى عروسه زي العرايس اللي انت بتزوقين كل يوم والتاني؟ انا لبست فستان فرحي خلاص، كل الفرق معايا دلوقتي اطلع بنتي دكتوره زي ما ابوها الله يرحمه كان عايز. الله يرحمه. منيره جالكم كلامي؟ طلعت ماشيه في الحرام وحبلة كمان. انا مش مصدق اللي بيحصل ده. يا جماعه يمكن حبلة من دياب، حرام عليكم. دياب؟ دياب ميت من شهور. يا دي الفضيحه، والعمل دلوق؟ العمل عمل ربنا، وربنا رايد يفضحها. ما بزيادك يا نجيبه عاد. بزياداني ليه؟ ما انا قلت لكم انها مش شريفه، وقفتوا كلكم ضدي. كناش نصدق ان حكمه تعمل كده. كنا فاكرينها اصيله وعندها شرف. وهتجيبي منين الشرف من واحده خاطيه زي دي؟ يا خساره يا حكمه، يا خساره. حلها الوحيد انها تتقتل ونغسلوا عارنا قدام الناس. حرام عليك يا شيخه، ليه القسوه دي؟ دي عاداتنا، ولو عمها ما قتلهاش انا ليا تصرف تاني. اهدي يا حكمه، اهدي. انا قلت لك هتصرف. ايوه هتصرف. اي كان نقصنا يا اي. ايمان، ايه ده حسام؟ دي عربيه جديده؟ ايه رايك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان اترحم بقى من زحمه المواصلات. ايه رايك يا ملوك؟ يعني الله. وانت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ امال لما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيره وانت عارف كده. انا عارف يا سنتي، بس انت مش هتسوقيها لوحدك، انا هسوقها معاك. ايه رايك؟ اتفقنا. ايه اتفقنا؟ بالمناسبه دي هعمل لكم بكره يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربيه الجديده، نخرج نتفسح نتمشى شويه يعني، عشان خاطر ملوك. ولا ايه يا ملوك؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى، ماشي. هتيجي؟ لو مالك وافقت يعني. انا موافقه. اي مالك موافقه؟ طب خلاص انا موافقه. يعني احتمال ماما تبقى موجوده، شهنده، حصان الصغير، يعني لو نتبسط شويه. يا ريت. طيب اشوفك الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح الخير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. ارتجي. مين اللي حب عليك يا فاجري؟ يا عمي حرام عليك، ما تقوليش كده. امال اقول ايه؟ تحبنا وجوزك ميت، جبت لنا العار ومش همحيه الا موتك يا فاجري. يا معايش عايش وكلمته وهيادي. بتقولي ايه؟ صدقني يا عمي، دياب عايش ولا في بطني ده ولده، ولا حره وشريفه، عمري ما كنت خاطيه. كيف عايش والحكومه ذات نفسيها بتقول انه ميت؟ فكراني اكل من كدبك وارحمك يا فجري. صدق يا ابني، دياب عايش والله العظيم عايش. انا صادق بيه. دياب، دياب بالعسل يا اخوي. دياب منصور البطاش، شحمه ولحمه، اللي عنده كلمه يلمه. محدش هيمس شعره منيكي واصل. طمني يا منصور. دل على السلامة يا دياب. عاوزكم تعرف اللي في بطن حكمة دي يبقى ولدي جابر، مرد دياب البطاش، أشرف من الشرف وبميت راجل، واللي حيدوس لها عطرف اقتله واشرب من دمه. حقك علي يا دياب. اعذريني يا حكمة، فهمت الموضوع غلط. المهم انك فهمت صح ودلوك، وزي ما فهمتوه صح عاوزكم تكتموه. اللي ينطق كلمة واحدة اقسم برب العباد
انهاشوا بسناني. حكمة حتتدلى معايا لمصر، وانتو اللي عاوزة منيكم اي حاجة حتوصلها ولحد هنا، لانه بيت الكبير حيبقى مفتوح، لانه الكبير ما ماتش. الكبير هو قدامك يا صادق بيه، فاهم ولا لا؟ لازم نمشي بسرعة قبل ما حد يعرف انك هنا. انا حاسب حساب كل حاجة. ها؟ اتبسطت يا ملوكة؟ اتبسطت قوي يا انكل حسين. اخيرا لقيت حد هي تقعد تلعب معايا. ان شاء الله باذن الله كل ما ابقى فاضي موريش حاجة هنخرج كلنا سوا. والله دي أول مرة اتبسط فيها من مدة طويلة أوي. الله يرحمه، الله يرحمه أحسن إليه. الله يرحمه. صدقني إن أنا كمان أول مرة اتبسط فيها من مدة طويلة أوي. أوي. ربنا يصبرك يا حسين. ميرسي يا مامي على الفسحة الحلوة. ميرسي على ايه يا حبيبتي؟ انتي قولي ميرسي لأنكل حسين. أنكل حسين ده طلع طيب قوي يا مامي، أنا حبيته. هو كمان حبك قوي. مامي ممكن أقول لأنكل حسين يا بابي؟ بابي؟ ليه يا حبيبتي؟ أصل لما لعب معايا حسيت إن هو بابي. هو فعلا عامل زي بابي قوي. انت هتقعدي ترغي؟ نامي نامي، انت عندك مدرسة يا رغيم. بحبك. هاتي بس. الله ينور عليك يا باشي، هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة، انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ وشمعنى يعني الشحنة دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات. ايه المشكلة في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبة يعني؟ لا يا باشي، اصل الشحنة دي زبدة الزبد. زبدة الزبد؟ مش فاهم. افهمك، ما هو انت لازم تفهم، لان انت خلاص يعني بقيت واحد مننا، ما بقيتش غريب. الشحنة اللي انت دخلتها بشطارتك دي فياجرا صيني متهربة في لعب اطفال. يا نهار ابوك اسود، بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده اصل الشغلانة، والباقي كله تمويه. ده انا حوديكوا في 60 داهية. انتوا ازاي تخلوني اشترك في جريمة زي دي؟ جريمته جريمته لا سمح الله. هو احنا قتلنا قتيل؟ دي تجارة. ده تهريب، تهريب. انت ناسي يا طاهر انا كنت ايه؟ كنت يا باشي كنت، انما انت دلوقتي حاجة تانية. رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير، فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم ورقبتهم قد السمسمه. اسالني احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابه دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟ انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتأكل عيش. بيعها
بيعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر يا مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سجون وما بقتش الباشا بتاع زمان. طاهر يا مصطفى. اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومه غير المرمطه وقله القيمه واخره المتمه؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، انما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض، لان المصلحه واحده. حق مش عليك، انا اللي استاهل ضرب الجزمه اني قابلت اشتغل مع واحد وقتي زيك. ماشي اني واطي، بس يكون في علمك انت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي انا بديهولك، وخصوصا لما اعرفوا ان انت سوابق. برا الباب ده مستنيك الفقر وقله القيمه، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك الف حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطفى، واموت من الجوع اشرف لي نبيع كرامتي الواحد واطي ووسخ زيك. بصراحة يا باشا تمسكي بريهام هو اللي خلاني اجي اطلب ايدها للمرة التانية، وعموما لو سعادتك رفضت انا مش هزعل، انا مقدر موقف سعادتك. بالعكس يا محمد، احنا يشرفنا انك تبقى جوز بنتنا. وبعدين كل عيلة فيها الكويس والوحش، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يعني بالنسبة لاخوك. انا ماليش اخ. بتقول ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، انا ماليش اخ. للدرجة دي؟ ده اقل حاجة ممكن اعملها مع واحد لطخ سمعة العيلة. عموما يا محمد ده موضوع يخصك لوحدك، احنا مالناش دخل بيه. احنا ما يهمناش الا انت يا حبيبي، وانت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفل. شوف يا محمد، ريهام بنتنا الوحيده، واهم حاجه احنا عايزينها سعاده بنتنا. وطالما ريهام متمسكه بيك قوي كده يعني احنا كمان مش هنقف في طريق سعادتكم ابدا. يعني موافقين؟ الف مبروك يا حبيبي. وعشان اثبت لك جديتنا انا ما عنديش مانع ان كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي هنا. معقول يا بابي؟ ومش معقول ليه؟ احنا كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا ان نفرح شويه. ايوه يا فندم، بس انا لسه مش جاهز، اصل الشقه اللي انا حجزتها في مشروع الشرطه الجديد لسه ما استلمتهاش. ولا يهمك يا حبيبي، تعال اقعدوا معانا هنا والشقه تبقى تجهز على راحتك. وزي ما انت شايف احنا قاعدين لوحدنا في فيلا طويله عريضه، وجودكم معانا هيونسنا. لا معلش يا فندم، انا احب اعيش مع مراتي في شقتي. اخس عليك يا محمد، احنا خلاص يا حبيبي هنبقى اهل. واحنا بنقول لك تعالى عيشوا معانا على طول، ده يا دوبك لغايه انت ما تستلم شقتك وتجهزها. هيبقى صعب ساعتها. مفيش حاجة اسمها صعب، أنت تبلغ أهلك إن يوم الخميس الجاي الفرح وكتب الكتاب، ولغاية آخر الأسبوع نكون جهزنا كل حاجة. وافق بقى يا محمد، خلينا نفرح. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. إزيك يا حسن؟ إزيك يا مان؟ جبت لك شوية رز بلبن. مش عارفه اودي جمالك فين. كفايه بقى كلام ده، عندي المرحله دي. فيك يا حسن؟ عندي شويه مشاكل في الشغل مش عارفه احلها ازاي. ينفع اسالك ايه المشكله ولا؟ طبعا ينفع، بس في شويه مخالفات بتحصل في الشغل، ولو وافقت عليها هبقى بشارك فيها. طب توافق ليه؟ ما تريح ضميرك وتقول لمديرك. طب لو قلت لك ان مديري شخصيا هو اللي مصر عليها وانا مش قادر اطوع، لاني هبقى بخالف ضميري. اوعى تخالف ضميرك يا حسام، مفيش اي حد يستاهل انك تعمل كده. عشان هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ كلامك سليم، بس حتى لو قلت لك ان اللي انت بتقوليه ده هيخسرني شغلي وهرجع تاني عاطل لشغل رمشارة. حتى لو خسرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغل انا احسن. في ايه يا حسام؟
احنا ناقصين. انت شايفه كده؟ كل واحد لازم يحط خطوط الحمراء لنفسه، ما يستناش حد تاني يحطها له. ده لو انت عايز تعمل حاجه صح في حياتك. بقول لك ايه يا ماما؟ ايوه حبيبي. انا اتفقت مع سياده اللواء على يوم الخميس الجاي عشان كتب الكتاب. والله العظيم الف الف مبروك. اهو كده اخبار حلوه بدل اخبار الهم اللي بنسمعها كل شويه. هم ليه تطلع الشر؟ يعني عاجبك حال اخوك؟ ده تقريبا شبه مقطعنا، ولا حال اختك؟ ما تقلقيش عليهم، انا بس عايزك تشتري بقى فستان حلو كده عشان كتب الكتاب. طبعا، ما احنا كلنا هنيجي ان شاء الله. كلكم؟ ها؟ شاهين ده فين؟ شاهين ده في شغلها؟ يا حبيبتي مطحونه في الشغل عشان تجيب فلوس للولد. والله انا البت دي صعبانه عليا جدا. وحسام فين؟ حسام مش هنا. حسام ابن شهند. ابن شهند نايم يا حبيبي، انت عارف ان عنده حضانه الصبح. يا بخته، نايم ولا في دماغه اي حاجه. انت هتقر على الواد. عايز الحق، والله انا بقر عليها. يا ريتنا فضلنا صغيرين ولا كبرنا. يا ريت يا حماده فضلتوا صغيرين. على الاقل كنتوا فضلتوا في حضني. انما دلوقتي كل واحد فيكم في حته، مش عارفه اتلم عليكم. بصراحه كده وما تزعلش مني، يا ريتني كنت مكانك. مكاني؟ مش أملة، دي مصيبة يا ابني. عندك حق فعلا، دي مصيبة. أنت ساعدت في التهريب من غير ما تعرف. مصيبة؟ يمين يشيلني شيلة شمال، تصحصحني وتعيشني بني آدم. بني آدم؟ أمال الحيوان يبقى إيه؟ الحيوان يا حبيبي اللي فوت فرصة زي دي وما يستغلهاش. برضو يا فوكس. معقول يا رب اللي بيحصل لي ده؟ يعني بعد ما كانت شغلتي إن أنا أقاوم الغلط وأمنعه، دلوقتي مجبر اصهين عنه واشارك فيه كمان؟ طب يا باشا، ما انت جربت المقاومه قبل كده واديك شفت النتيجه ايه؟ ما تجرب بقى المره دي السكوت، اكيد يعني النتيجه هتختلف. وبعدين انت موظف عندهم، ارزقي يعني ما تاخذنيش. والمثل بيقول لك اربط الحمار واطرى ما يحب صاحبه. ايوه يعني كبر لها. اكبر لها؟ عيش وكل قراقيش يا فوكس، ومطرح ما ترسي دق له. وبعدين دي مكويات، هي مخدرات يا بوب ولا ايه؟ ما تفهمه. حسام، العيال دي مجانين وانت اكيد مش هتسمع كلامهم. ما تنقطت انت بسكياتك بقى، ما تخيبش الراجل. بص يا عمهم، فوتها واعمل نفسك مش واخد بالك، ولعله خير ان شاء الله. خير؟ عيني خير بس. مش ملاحظة ان اهتمامك زايد بيه حبتين تلاتة يا ايمان؟ يا ماما ده جارنا وقاعد لوحده ومحتاج حد يقف جنبه، والنبي وصى على سبع جار. يا حبيبتي ما تنسيش ان انت ارمله، وكلام الناس كتير وماما بيرحمش، وخصوصا انت داخله خارجه على شقته. ماما مالك فيه ايه؟ بتكلمي معايا كده ليه؟ انا عارفه حدودي كويس قوي، والعلاقه اللي بيني وبينه علاقه انسانيه بس. يا ريت العلاقه الانسانيه دي ما تتطورش لحاجه تانية، وما تنسيش انه رد سجون، وبعدين الفرق بينك وبينه كبير قوي. يعني بس غارة يكون يعني تشارك وانتاجر انا وانت، بدل ما نفضل خدامين لاخويا طاهر وسيدياب بتاعك. شوف يا كامل، انا لا يمكن اخون سيدياب. ومين جاب سيرة الخيال؟ انا كل غرضي يعني ان انت تستفيد وهو يستفيد وانا استفيد، بدل الكتف اللي اخويا طاهر مديهوني ومش عايز يدخلني وسطيكم. اخوك طاهر؟ يا نهار اسود، اخوك طاهر ده راجل تعبان وما بيحبش الا ناقصه. هو انت هتقول لي ده ياما جرسني؟ خد يا واحده، خد يا حبيبي. اهدي، قوم كده نجت يعني ودلع نفسك. يا كامل، ما انت لسه مديني يا كامل، وفي حاجه تغلى عليك؟ ده انت حبيبي وانت شريكي. مين العيال الدغفات دي؟ العيال دي بقى لهم كم مره بيجوا هنا، وشكلهم معاهم فلوس كتير قوي ودفيانين. دفيانين؟ ما تيجي نقصهم. يلا يا مساء السخونية. يا لهوي، أنت جننت؟ اتجننت ليه يعني؟ ده راجل قليل الأدب، عامل لي فيها مدير وعمال يهزقني في رايحة وجاية. تقوم تحطه في الباكابورت وتقفل عليه؟ ده أنت بتتلكك له بقى علشان تسيب الشغل. وانت بتتلككي يا منيره عشان ما اشتغلش معاكي في الكوافير. وانت هتشتغل ايه يا اخويا في كوافير حريمي؟ انت غطاس في المجاري. يا ستي غطاسيني في اي حاجه وانا سد بعون الله، ما انت عارفاني فهلاوي وعجبك.
قلت لك ألف مرة لا، مش معنى إنك سبت شغلك هخليك تيجي تشتغل معايا. اخس عليك يا منيرة، ده أنت مراتي وحبيبتي، مش معقولة تسيبيني كده وما تشيلنيش في أزمتي. أشيلك ده إيه يا أخويا؟ هي المشرحة ناقصة؟ مش كفاية بخلان علينا بمرتبك؟ أقطع قطع يا أختي من كتر قرك، وما عادش عندي أي دخل. يبقى تقعد بلومتك تربي عيالك عبال ما أجي من الشغل بدل ما أجيب شغالة تاخد بالها منهم. يا نهارك أسود يا منيرة، أنت عايزاني أسيب الغطس في المجاري واخدي في البيوت؟ يا اخويا محسسني انك هتسيب رئاسة الوزراء، ده بيتك ودول عيالك، تقعد تربيهم وتعمل حاجة مفيدة أحسن بدل ما تعدلها كده زي الكبة. كل يا سيدي دولار، مطرح ما يستري يمري يا اخويا. الأكل ده كله بقى أختي زوز وعاملاه مخصوص عشانك لما عرفت إن أنت جاي. هي تعرفني من قبل كده؟ لا يا جدع، ولا لا يسيب غيرك، ده أنت حبيبي. ربنا يديله المعروف. هيديمه. كل يا سيدي دولار، أنا أكلي مش عاجبك ولا إيه؟ بالعكس، ده أنا عمري ما شفت أكل حلو كده من أيام أمي الله يرحمها ماتت. إيه ده؟ انت عايش لوحدك يعني امك عزبانجي يعني؟ عايش متقدر مع ابويا ومراته. ليه؟ هما بيكهربوك؟ هما فعلا مكهربيني. مرات ابويا يا سيدي حامل، شكلها هتجيب حته عيل يدخلني الجيش. ده غير ان هما منظرين على الاوضه بتاعتي وعايزين ينطروني قبل كاش بره البيت. لعله خير ان شاء الله. قوم يا بنت زوزو اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر يا ابي. ابي؟ اخوك كبير. بص بقى دولار، انت صعبت عليا. وانا قررت عادك معانا هنا في البيت. في البيت فين؟ هنا معاك انت اختك؟ عيب يا جدع، الناس تقول ايه؟ الا ده انت هتكتب عليها. اكتب على مين؟ على زوز اختي وعلى راي المثل، اخطب لاختك واحد زي اخوه. انا عمري ما سمعت المثل ده قبل كده. اديك سمعته. ايه رايك في المثل؟ في اختي زوز. اكلها حلو. اكلها بس ما خدتش بالك من عينيها، شعرها، جسمها. يا عيب وصفك يا جدع. وانا بكلمك في حاجه حرام، ده جواز. انا كنت حاسس ان الاكله دي وراها مصيبه سودا. الشاي. تعالي يا زوزو سلمي على عريسك. حيلك حيلك عريسك ايه؟ ليه يا اخي وانا ما شبهش ولا ما شبهش وهو الطول ده قاتل متمناني، ده انا حلوه ومنظر زي القمر. بعدين يا دولار، احنا بنشتري الراجل، اهم حاجه يبقى مكتوب في البطاقه دكر. لا من ناحيه دكر ما تقلقش، فهو دكر، لكن انا معيش بطاقه اساسا. وماله يا اخويا، نطلع لك بدل فائد او برضك نضمن ان هي تبقى سريه ساعه كتب الكتاب. انتوا طلعتولي بطاقه وكتبتوا كتابي وجوزتوني، واضح كده انكم داخلين على طمع. بس ما تقلقوش، ده ابوك هيطلع على شغلك. طمع مين يا مأمل انت؟ تعرف اللي قدامك دي تحتكم على ثروه. ثروه واملاك. ثروه واملاك بالمنطقه المعفنه اللي انتوا ساكنين فيها دي؟ طب انا هقول لك على حاجه، وانا طالع من تحت شمرت البنطلون. طب ايه رايك بقى انها بتحتكم على مرجحه مولد وعربيه بوم في احسن ناصيه فيك يا مصر؟ فين بقى؟ في منشيه مصر عند محطه الكاوتش اول الناصيه. بقول لك يا لعلو، دي بنت ناس وصاحبه املاك وثروات، وانا هتصيع مستهتر يا جدع. بقول لك معيش بطاقه، انت لازم تدور لها على واحد في مستوى. انت صح، بس احنا برضو ناس متواضعه، عايزين نشتري الراجل، وعلى راي المثل خدوهم فقرا يغنيكوا ربنا. فكر ورد عليا ولعله خير ان شاء الله. تركب جنبي ولا تركب ورا؟ لا هركبك ورا. اقف هنا بس ثانيه واحده. لا يا طاهر، فتح دماغك زين. اوعى تكلمه، لازم هو اللي يعجب خاطره. حرام. لا احسن ما يمد رجليه علينا. يا طاهر اسمع، يا طاهر ما تنساش، احنا عاوزينه في الاكبر من كده. لو ما جاش يبقى ما لناش فيه مصلح. قول عليه يا رحمن يا رحيم. سلام. حسام به وصل؟ دي خامس مره حضرتك تسال عليه النهارده، هو في حاجه؟ انت هتعدي علي؟ انت مالك اسال عليه كم مره؟ انا اسال عليه زي ما انا عايز وانت جو وخلاص. وصل ولا ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش، بس اول ما يوصل هقول لحضرتك على طول. طب غوري من قدامي، غوري من قدامي، واول ما يوصل تعالي لي اديني خبر. انا اسفه يا طاهر بيه، عن اذن حضرتك. يوقع سوده مصيبه، ولا يتهف في دماغه ويروح يبلغ عننا. استر يا رب معايا يا رب. وصل يا فندم، وصل. الف حمد وشكر لك يا رب. هو وصل من امتى؟ لسه واصل حالا في مكتبه. طب كويس، روح انت شوفيه يشرب ايه
عبال ما اعمل تليفون. روح. حاضر. الو. يا طاهر. حسام بيه وصل بالسلامة. وصل؟ ربنا يطمنك. ألف مبروك علينا. سلام. أنا حطيت شنطتي في أوضتك بس مش قادرة أفضيها دلوقتي. اقعدي. اقعدي. من هنا ورايح ما عوزكيش تتحركي خالص لحد ما يجي جابر الصغير. ربنا يخليك لي وما حرمنيش منك خالص. وكلها كم يوم ونتنقلوا على المكان الجديد. نتنقلوا نروحوا فين؟ هو احنا لسه قعدنا؟ عفيلتك الجديدة تليق بيك انت وعيالي. من النهاردة مفيش بعدي خالص. أحب على يدك يا سيدي بكفاياك بعد. ما في منصور. نيمت جوف. نيمتي؟ يعني هو نايم نايم؟ تعالي مين حالك؟ سيدي أنا بستحي. تستحي؟ انت ازاي ماما تعملي كده؟ ازاي تكري ناس بلدياتك يخطف الولد من حضن امه؟ انا رجعت الولد لحضن ابوه. سبتش حته دلوقتي عيني قلبها محروق قلبها بيتقطع. ما يتحرق ولا يتقطع؟ ما هو ياما حرقوا قلوبنا قبل كده. مشكرة قوي يا مجاهد انت ملواني حقيقي ما يجيبها الا رجالها. امرينا يا اسمه تاني. احنا خدامينك يا ستي ما عايزاش مننا حد تاني. رايحين على فين؟ هنعود على البلد طوالي. خدوني معاكم. هات الولد. انت رايحه فين يا ماما بس؟ هروح بيت اهلي هناك في العزله لحد الامور ما تهدى. انا عارفه ست شاهين ده مش هتهدى خالص وهتتهبك بخاطر الولد وهتجي لك كمان لحد هنا. انت يعني بتدبسيني في المشكله وبتخلعي؟ لا يا استاذ انا بحافظ لك على ابنك اللي انت ما قدرتش تحافظ عليه يا سياده المحامي المحترم. طب بعد اذنك يا ماما سيبيني اقعد معاه شويه انا لسه ما شبعتش منه. انت عارف البيت كويس قوي هناك في العزبه. تعال اقعد مع ابنك زي ما انت عايز وسؤالك وعزوتك. وانت ناوي تيجي معايا ولا؟ طبعا امال هشيب حفيد لمين؟ يلا يا اخويا جاي شنطتك وحصلني تحت انا في العربيه. حاضر. امك بقت خطر قوي يا ترى هتعمل فينا ايه؟ يا مرحب يا مرحب يا حسام باشا نورت مكتبك. أنا كنت عارف إنك هتحسبها صح. بص يا مصطفي أنا زي الزيبق وماليش ملكة وصوتي من دماغي واللي يفهم غير كده يبقى ما يعرفنيش. فمش معنى إن أنا جيت تاني إنك ماسكني من إيدي اللي بتوجعك. معاش ولا كان اللي يمسكك من إيديك اللي بتوجعك يا باشا. ده أنت الباشا بتاعنا. ده أنت الكل في الكل. وأنا كل غرضي إنك تبقى موجود في وسطينا المصلحة تمشي. إشمعنى أنا طاهر؟ صعبت عليا يا باشا. بصراحة صعبت عليا. فقلت نرزق سوي أحسن ما نرزق لوحديني. بتهرب حاجة تانية غير الأدوية؟ هي الأدوية وبس. أدوية وبس. وكل غرضي إني أساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجاله وفي النهايه اكسب لي قرشين اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك. هصدقك يا طاهر. هصدقك لاني ما عنديش حل تاني غير اني اصدقك. لو على الادويه ماشي. هو ده الكلام. هو ده الكلام. حسام الحق يا حسام قفل تليفوناتك لينا في مصيبه. فين يا شاهين؟ ابني اتخطف يا حسام. ابني مين دي؟ اختي شاهين ده طاهر. اتخطف ازاي يعني مش فاهم ايه دي بس عشان افهم. عربيه كان فيها ثلاثة خطفوه من حيطهوس. طب 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 يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ايه على فين؟ هعمل محضر اثبات حاله طاهر. طب اني حاجه معاه مش مهم. مش مستاهله طاهر. مش مستاهله. مش مستاهله؟ دي مستاهله ونص. مش قادره يا حسام هتجنن خلاص. يا شاهين ده مش رحنا الاسم وعملنا له محضر واتهمتيه بخطف الواد خلصنا بقى. هو اللي خطف يا حسام محدش ليه مصلحه غيره. قالي لو شفت ساهر طليقك دي هطلب اسناني. حسام تعالى نطلع عنده على البيت انا متاكده ان هلاقي ابني تلاقي امه اللي مقوياه. معقربه الله يسامحها. وقعت الصوت ايه هو وامه ان شاء الله. قولي لي السكه يا شاهين. اطلع على مصر الجديده بسرعه. يا ست شاهين
مصر الجديده مش كده؟ شو انت ساكت يا طارق؟ حاضر. وفوق لنفسك. حاضر حاضر. ابني خد يا نراحه فين؟ تعالى بس يا عنتر، تعالى اقف معانا هنا كده، احنا في بيتك. عيب ابني. فين يا ساهر؟ ابنك تقصد ايه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده، وحتى ابوك كلمني. الواد فين؟ ما تنطق يا سيدي وتخلصنا، دي مهما كان امه وقلبها بيتقطع على ضناهي. انت مين انت اصلا؟ يا ساهر بقول لك ابني فين؟ ابنك؟ ابنك كان في حضرتكم وشكلك كده اهملتيه وسبتيه لحد ما اتخطف منكم. والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر. بس ورحمة سلمى مراتي اللي هي اختك، لو عرفت ان انت اللي خاطف الواد لا هيبقى لي معاك كلام تاني ورزل قوي. انت بتهددني ولا احسن؟ يا عم انا لا بهددك ولا يحزنون، كل الحكايه ان الواد اتخطف وانا عايز اعرف انت اللي خاطف ولا حد تاني. وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطمن قلبك كده ريحتنا وعرفت ان الواد عندك، قصدي ان انت اللي خاطف الواد. ايوه حسام انا اللي خطفته. اه يا حرام يا ندل، هوديك في 60,000 داهيه. اوعي تغلطي باي كلمه. وانت اوعى تمد ايدك لحسن اقطعها لك. ماشي يا حسام، الواد ده ابني زي ما ابناه بالظبط، ومفيش اي قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. سليم، مفيش قانون بيعاقب ان اب ياخد ابنه. نتكلم بقى لما تهدى كده وتركز وعقلك يرجع في راسك. سلام. انت هتسيبه هو بيقول لك انه خاطف ابني؟ ما هو ابنه، ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما انت كمان من حقك تدلعيه وتتمتع بيه، بس بعدين مش دلوقتي. عشان هو ايه اللي مش دلوقتي؟ انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي؟ الواد ده لازم يسهر النهارده. خلاص يا طارق، خلاص نتكلم بعدين. يلا شاهد، يلا يلا يلا. المهم ان احنا اطمننا على الواد. روح يا شيخ، الهي ربنا يبتليك بمصيبه. يلا يا طارق. يلا يا طارق. يلا. اهدي يا شهند، اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي بس يا ماما؟ خير يا شهند، ايه اللي حصل؟ ازيك يا محمد باشا؟ ظاهر انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ مش وقت اسئله دلوقتي، ابني اتخطف. ساهر خطفه يا محمد. انا مش مصدقه ان ساهر يعمل حاجه زي دي. انت بتقولوا ايه؟ هو اتجنن ولا ايه؟ ده انا هروح اجيبه دلوقتي واكسر دماغه. ابنك هيبات في حضنك يا شهند. استهدى بالله بس يا حضره الظابط، هتكسر دماغه ليه؟ بأمارة ايه؟ الراجل خطف ابنه، يعني مفيش جريمه. انت هتحاميله ولا ايه؟ انا مش بحاميله يا حضره الضابط، انا بتكلم بالعقل. وفي الاول وفي الاخر مش عايزين الواد يشوف هم ابوه هما بيقطعوا في بعض. ساهر ما بيجيش غير بالعافيه يا حسام، انا عارفه. معاكي حق يا ست شاهنده، في ناس ما بتجيش الا بضرب البلغي. ما تخرس انت، انت ايه اللي دخلك ما بيننا بس يا طاهر؟ اظن مش من الذوق يا محمد بيه، وعيب انك تعمل ضيوفك كده. انت هتعلمني العيب؟ وليه لا يا باشا، ده كان زمان قبل ما تبان على حياتك. ما يصحش كده يا محمد، عيب. طاهر اتغير يا محمد بيه، اتغير زي ما كل حاجة اتغيرت. بقى بيه يا بيه. بيه ده منظر بيه؟ بقى بيه منين؟ من كرم ربنا، عشان نيتي الصافية وقلبي اللي زي الحليب. طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد. مديرك؟ وانت ما لقيتش غير طاهر المستيه عشان تشتغل عنده؟ وماله طاهر المستيه يا محمد باشا؟ ده احنا كلنا ولاد تسعي، وبعدين انا ياما خدمتك. اطلع بره يلا، اطلع بره. بدل ما تتخانقوا مع بعض شوفوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. اخوك حسام عنده حق، ندي فرصه لساهر انه يفكر شويه ويرجع العقل ويرجع الولد، بدل ما نخش في مشاكل معاه. انت كمان يا ماما هتقولي كده؟ ما احنا لازم نحايله. انتوا احرار، انا ممكن اجيبه وابيته في التخشيبه لحد ما يجيب الولد. بتهمه ايه يا باشا؟ من غير تهمه، بلطجه كده وخلاص. ولا انت نسيت انا بقيت ايه؟ بطل افتراء على خلق الله. مالكش دعوه. عيب يا محمد، انت بتكلم اخوك الكبير. الكبير كبير باخلاقه مش بالسن. وانا مش هرد عليك عشان انا الكبير باخلاقي يا محمد. سيبيه يا ماما، واضح ان محمد بيه نسي حاجات كتير. طبعا لازم انسى، لازم انسى الكذب والتمثيل اللي انت مثلته علينا. بطل بقى كفايه بقى. ايه ده، تفضلوا تتخانقوا كتير. حسام على فكره اخوك عاوز يكتب كتابه الاسبوع اللي جاي، وكان عاوزك يعني عشان تساعده في كل حاجه. لا انا شايف ان ناجل المره طبعا، دي وجهه نظري يعني. يعني ايه يكتب كتابه واخته عندها مشكله كده؟ انت مالك؟ انا ما عزمتكش. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ انت بتخرف؟ اخرس، انت مالكيش دعوه. انا عارف انا بقول ايه، انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش ما اعزموش. ولا انت ليك راي تاني؟ انا ماليش راي، انا لحد كده وحلو. اه محمد باشا، انا اسف يا ماما،
ما يزلك شيء. يلا طاهر يلا يلا يا باشا يلا. السلام عليكم.